ملعب المباراة، تكلم عن 60,000 نفذ التذاكر، المباراة بأسرع وقت ممكن، لم تطول طوال مسيرة التدريبية، لعب 9 مباريات، نسويات مرتفعة، المعنويات مرتفعة. زكريا في الجهة اليسرى، عرضية باتجاه روما، عدت يا روما، زكريا سداد أغوستين. هذا اللقاء المثير جدا، الاتحاد يتقدم بهدف دون رد، الكرة بتصل باتجاه كريستيانو رونالدو. اللي يتابعون كل مبارياته، كل قدم الكثير وأن يستمتع به الكل، بالتأكيد هذه لأنك تصديت للأفضل في العالم، لأنك تصديت لأحد أساطير كرة القدم. أيضا ينتظر الكثير من الدعم، ينتظر الكثير من الكرات، الكرة وصلت إلى سامي بمررها لكن لم تصل. يتواجد في هذه اللحظات، كرة بتصل في الجهة اليمنى باتجاه سلطان الغنام اللي تقدم بهدفين دون رد، في انتظار الشوط الثاني، في انتظار الأفكار، في انتظار الأعمال، في انتظار تاليسكا ليسقط. واحدة فاز الاتحاد، وواحدة فاز النصر. هذا اللقاء الثالث وبينهم، في بتتخلص، وصلت إلى زكريا، بيسدد هوساوي، البقاء في مناطق الاعتماد على المرتدات. كرة بتصل باتجاه منطقة الجزاء، يبحث عن الحلول نواف بوشل، التغطية الدفاعية، ماسك، أي دفاع يقاتل. يفجرون الكلاسيكو، يفجرون المدرجات، وبالتأكيد الغضب والصوت مسموع. يضرب لينقض، الكرة وصلت إلى تاليسكا، شوف كيف لم يظهر كثير في مباراة اليوم. روما، شوف التحول، شوف النقلات، شوف زكريا هوساوي، شوف الاتحاد اللي من أول وصول. مشروع تحول سريع للنصر، لكن برافو زكريا. نتكلم عن 10 دقائق متبقية في عمر المباراة، وأضف إليها أيضا كم من الدقائق التي سيضيفها.